السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي أون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقة جديدة من ملعب أون تايم. أي لقطة حلوة بنقف عندها وبنبقى الحقيقة بناخد وقت كتير جدا جدا معاها وبنبقى فرحانين جدا بيها. الشيبي وحسين الشحات، المعركة الكبيرة اللي دارت على مدار شهور، وتصريحات هنا وهناك، وتسخين من هنا وهناك، واحيانا كانت نرفزت ملعب، واحيانا اتنقلت للمحاكم واحكام وقصص ومواضيع كتير جدا جدا جدا. والنهارده في لحظه تحت عدسه مصورنا نور الدين زيدان، المصور الصحفي زميلنا، اللي الحقيقه انتزع النهارده لقطه مهمه جدا في حفلة النهاردة دير جست الأفضل اللي كانت النهاردة مقامة، وكان في تكريم النهاردة للشحات، وكان في تكريم للشيبي، وقدر محمد الشحات أخو حسين الشحات إن هو يخش بكل شجاعة وكل جراءة وكل هدوء، وإن هو يصالحهم على بعض. يحسب لمحمد الشحات اللقطة اللي حضراتكم هتشوفوها على الشاشة دلوقتي. محمد مساء الخير. مساء الفل، أخبارك إيه؟ وحشني. الحمد لله بخير والله. انت كمان وحشتني يا كابتن والله. كله كويس؟ الحمد لله والله يا كابتن بخير. اللقطة دي متوضبة ولا وليدة الصدفة؟ والله العظيم بالصدفة. احكي لي. انا شفت الراجل والله، يعني على يعني هو بعد ما خلصت سلام الجوائز قلت له كلهم فوق بياخدوا صورة جماعية، فهو الراجل جت جه وش في وش تمام كده؟ فرحت مسلم عليه، فقلت له حسين هيجي يسلم عليك، قال لي مفيش مشكلة احنا اخوات. ناديت حسين وراح هم سلموا على بعض الأول تحت تمام كده، وده قال له انت اخويا واخويا مفيش حاجه، واتصالحوا مع بعض وده بس دوت وده بس دوت، ما تزعلش مني حقك عليا تمام. وبعد كده الاثنين كابتن في صوره طبعا شفتها على قدامنا يعني على الشاشه ايه؟ عشان انا سايق بس العربيه فمش شايف حاجه. فطلعوا الاثنين على الاستديو واتصوروا صوره مع بعضيهم ومفيش اي حاجه يعني الحمد لله. وانت بتشد حسين من ايديه، كنت متكلم معاه ولا قلت له عادي تعالى خلاص؟ والله انا ناديت حسين قال لي نعم، تعالى سلم على الراجل، راح جه سلم على الراجل ومفيش اي حاجه. وصافيه لبن. وصافي يا لبن وحبيبي يا قشطه، وحسين والشيبي اخوات، وهي كانت لحظه ساعه غضب ومفيش اي حاجه والله، وهم في الاول وفي الاخر زمايل واصحاب واخوات في الملعب. وبصراحه انا هاتوا محمد تاني، شوف الموبايل قطع فين نجيبه تاني. دي اللقطه اللي امامنا حضراتكم، وكان معانا انفرادنا بمحمد الشحات اخو حسين الشحات، وكانت لقطه مهمه جدا. دي لقطه فشل فيها ناس كتير، لعيبة كورة ومسؤولين ونجوم، كل الناس لم توفق في هذه اللقطة، نجح فيها محمد الشحات أخو حسين في لقطة الحقيقة رائعة. محمد معلش الغلطة ده أنا طريق بس ولا يهمك. لقطة الحقيقة لقطة مهمة جدا، لقطة بتثبت إن مفيش في عالم كرة القدم خلاف دائم خالص خالص يا كابتن والله. وأنا زي ما بقول لك هم إخوات، وحسين يعني أقدم السبت والحد والاثنين مع الشيبي، واعتذر له مرة واثنين وثلاثة، واعتذرنا للست والدته طبعا اللي هي ليها كل الاحترام تمام كده، وزوجته واولاده طبعا حسين اعتذر لهم مره واثنين وثلاثه تمام كده. في الاول وفي الاخر احنا كلنا اخوات ومفيش اي حاجه، واحنا رحنا المغرب بدل المره 10، والناس هناك والله يا كابتن فوق الاحترام تمام كده، ناس محترمه جدا جدا يعني، واخواتنا كلهم حبايبنا والله. كنت زعلان انت وحسين من الموقف؟ جدا اكدب عليك كابتن والله، حتى حسين كان زعلان من نفسه جدا، ووالدتي كمان كانت زعلانه من حسين. ايوه انا عارف ان الوالده كانت زعلانه قوي من اللقطه. فكانت زعلانه من سبب وحسين طيب يعني مش لقطته دي والله يا كابتن. انا هو نفسه مستغرب اللي حصل، يعني حسين نفسه مستغرب اللي حصل. يعني حسين نفسه مستغرب ان هو حصل منه كده والله يعني. فالحمد لله يا كابتن خير، كله خير الحمد لله. كمان محمد حاسس من اللقطه الاثنين مبسوطين يعني، مش موضوع سلام ده، في ضحك من القلب يعني والله يا كابتن. حتى الشيبي الراجل بكل احترام اول ما قلت له هنادي حسين قال لي احنا اخوات، يعني الراجل بكل احترام رحب بالموضوع ومفيش اي حاجه خالص والله يا كابتن. خلي بالك الشيب اخونا برضه عايش معانا واحد طبعا يا كابتن، ده هنا دي بلده يا كابتن، والراجل مش متغرب ولا حاجه، الراجل هنا في بلده. مزاج حسين اليومين دول رايق. الحمد لله بيقدم كوره كويسه الحمد لله، مزاجه رايق اليومين دول ان شاء الله، ودايما يفضل رايق كده ويمتعنا كده ويمتع جمهور الاهلي دايما يا رب. جمهور الاهلي راضي عنه وده شيء مهم. طول عمرهم راضيين عن حسين والله يا كابتن، هو بيحبوه حتى ما بيعدوه عشان حساب محب. حتى هو بيعدوه. حاولت عملت مجهود كبير انت في اللقطه دي قبل كده ولا دي اول مره؟ لا يعني سعيد، انا بقول لك يعني احنا حاولنا نتواصل يعني. بص يا كابتن كان في كذا مره ان المفروض هنتقابل وما يحصلش نصيب تمام كده، فهي سبحان الله المره دي يعني ترتيب ربنا، المره دي مش ترتيب اي حد فينا خالص، المره دي ترتيب ربنا. ايه رايك في قائمه المنتخب؟
انا والله ما شفتش حاجه، انا لسه والله في الطريق زي ما قلت لحضرتك. لسه في الطريق. الحفله كانت كويسه والتكريم كان كويس؟ طبعا الحمد لله، دايما يا رب كده ان شاء الله كل سنه حسين يبقى موجود هو زمايله باذن الله. يا رب ان شاء الله. حسين عنده لسه اكتر قد كده 100 مره ولا شايف اكيد طبعا يا كابتن عنده اكتر 101 كمان مش 100 بس. 101 يعني لسه لسه السقف كتير ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمه في النادي الاهلي ان شاء الله يحقق اكتر من كده باذن الله. اخر اخر سؤال هساله لك بس انا مش هجيب سيره لحد، ده سؤال اخ لاخوه كده بيننا وبين بعض. اتفضل. حسين الشحات بعد ما عمل شعره اصفر ورجع بعد الماتش الاخير اللي هو ما كانش بتاع السوبر الافريقي كله حلق شعره وحسين قمص الشعر ومرجعه اسود، ليه علاقه بالنتيجه؟ يعني بص هو رجع، انا مش هقول لحد، ده بيني وبينك مش هقول لحد. انا عارف يا كابتن والله هو رجع الاسبوع كله والله في دي اللي قاعد في البيت حزين ان الماتش يعني طبعا خسرنا ماتش مهم زي دوت وكده. والله هو من نفسه طبعا هو راح حلق يعني كده مع الخساره مفيش لا اصفر ولا ابيض ولا احمر ولا الحاجات دي. هو في الاول وفي الاخر هي مكتوبه الخساره ان هم يخسروا في الاول وفي الاخر يا كابتن. طبعا لا انا قصدي ان هو شعوره كلاعب الحاجات دي انا بقف عندها كتير وبشوفها حاجه كويسه لاعب ما يكون فيه خساره ويصدر مشهد للجمهور. لا انا مش هعمل اي مراسم لاي حاجه وانا حزين. اكيد طبعا يا كابتن اكيد والله هو كان حزين جدا وحزين على الخساره والحمد لله ربنا كرمه وخد السوبر المصري المصري والبطوله نص كاس العالم نص الكونتيننتال تمام كده. فربنا يديم علينا كده ان شاء الله ونكسب بقى نص النهائي ونلعب ريال مدريد بقى المره دي تاني ان شاء الله وتبقى الثالثه لحسين بقى ويسجل فيهم المره دي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. بس قول له بلاش الوان تاني يا حماده. لا ما فيش الوان خلاص يا كابتن. الاسود لا يعني الاسود ماشي كويس بالظبط كده. ربنا يخلي لكم الوالده ويخليكم لبعض دايما يا رب ان شاء الله. بشكرك يا حماده شكرا جزيلا. محمد شحات اخو حسين الشحات انفردنا بيه بعد جلسه الصلح اللي هو عملها. الحقيقه الصلح خير والحقيقه لقطه في غايه الاهميه ترد على حاجات كتير، ترد على هنا الناس وترد على ان مفيش خصومه دائمه في عالم كره القدم وترد على اخواتنا واشقائنا في المغرب ان احنا اخوات وحسين قاعد وسط اخواته والشيبي قاعد وسط اخواته ودايما لما بنروح المغرب بلدنا التاني ومش بنقول كده شعر بنقول كده للعلاقه. احيانا في النهايه يحصل نرفزه ملعب ولكن خلصت نرفزه الملعب حلها محمد الشحات وجاب جول النهارده مهم جدا وانتهت الازمه ويا رب دايما كل الحاجات كده تنتهي على خير دون اسباب دون جلسات دون تفاوض دون شروط. ده اتنين واقفين يلا نسلم اخوك يلا حبيبي سلم عليه بتاع خلصت الشغلانه.